فيديو النهاردة هنتعلم فيه مع بعض ازاي نربط الشات جي بي تي بالاكسل. بس قبل ما ابدأ احب اقول كلمتين في دقيقة للناس اللي بتتابعني. انا من اكتر الناس اللي بتدعم التطور والذكاء الاصطناعي، ودايما بحاول اعرض لكم تقريبا كل حاجة بعرفها جديد عنه، لانه اصبح امر واقع والمنافسة في المجال ده بدأت تكون موجودة ولسه هتزيد بعد اطلاق برد من جوجل اللي هيبقى موجود بنسخته التجريبية كمان اسابيع. بس للأسف في تعليقات كتير سلبية بدأت تظهر في الكومنتات عندي، وكمية طاقة سلبية غريبة، والناس بتكتب لي هو انا ليه اعمل كده لما ممكن اخلي الذكاء الاصطناعي يعملها. خلي بالك اللي انت بتقوله ده ممكن يأثر بنسبة كبيرة جدا على الشباب، بالذات اللي لسه بيبتدي في مجال العمل. اللي انا احب اوجه ليهم رسالة قبل ما ابدأ فيديو النهاردة، الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدك تحضر نفسك للانترفيو، بس مش هيروح يحضر ويجاوب مكانك. الذكاء الاصطناعي هيساعدك تحل مسألة او كيس ستادي او حتى تكنيكال ايشو، بس مش هيعرف يعرض حل المشكله مكانك. الذكاء الاصطناعي هيعمل ديزاين حلو، بس من غير الكيوردز اللي انت تديها له هيطلع ايرورز كتيره، وتعديلها كمان هياخد وقت. وخلي بالك العضو اللي انت مش بتستخدمه بيضمر، ولو انت كمان قررت توقف دماغك مخك كمان هيضمر. ويلا بينا. اول حاجه هنجهز نفسنا عشان نقدر نربط الشات جي بي تي بالاكسل. هنحمل الثلاث فايلات دول من لينك جوجل درايف اللي هسيبه لكم في الديسكريبشن بتاع اليوتيوب او اول كومنت في الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك، ولازم تكون محمل نسخه الاوفيس 365، وهقول لكم قدام ليه. ولو انت ما حملتش نسخه الاوفيس 365 هسيب لكم الفيديو في الاي اللي فوق على اليمين. والثلاث فايلات عباره عن شيت اكسل هيبقى التمبلت بتاعي اللي انا هستخدمه عشان اضيف عليه السكريبت. الفايل الثاني عباره عن السكريبت، والفايل الثالث كاتب فيه الخطوات عشان ترجع لها وقت ما تحتاج. ويلا ركزوا معايا. اول حاجه هنفتح المتصفح بتاعنا وهنكتب فيه اوبن اي اي، وهضغط على اول لينك علشان ادخل على الموقع. والهدف من الخطوه دي ان انا اجيب حاجه اسمها اي بي اي، ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، وده عباره عن وسيط هيربط موقعين ببعض، واحنا بيه هنربط المايكروسوفت اونلاين. عشان كده قلت لك حمل نسخه ال 365 مع الاوبن اي اي. طيب لو انت ما عندكش اكونت على الشات جي بي تي ومش عايز تعمل الخطوه دي، انا سايب لك اي بي اي في الاكسل شيت اللي انا حاطه على لينك الدرايف. ولو عندك اكونت وعايز تضيف الاي بي اي بتاعك تعال اقول لك ازاي. اول ما تدخل على الموقع هتختار تابت اي بي اي، بعد كده تعمل لوجن، بعد كده هتضغط على الايكون بتاعت الاكونت بتاعك وتختار من الليست اللي هتنزل لك فيو اي بي اي كيز، بعد كده هتضغط على كرييت نيو سيكريت كي، بعد كده هدوس على ايقونة النسخ عشان انسخ الكي، بعد كده هدوس اوكي. بعد كده هروح لشيت الاكسل اللي انا سايبه لكم برضو في اللينك، هنلاقي تحت تابة مكتوب فيها اي بي اي، وفي الخانة دي هحط الاي بي اي اللي انا نسخته من الموقع. بعد كده هروح لتابة برومبت واختار من فوق تابة اوتوميت، بعد كده نيو سكريبت، بعد كده هروح افتح الفايل اللي اسمه اوبن اي اي اللي امتداده تي اس، وافتحه بالوورد وانسخ السكريبت، واروح اعمل بيست في الكود اديتور، وبعد كده هدوس على سيف سكريبت، بعد كده اروح اقف على السيل اللي تحت المستطيل الرمادي ده، بعد كده اروح اضغط على الثلاث نقط دول واختار اد بوتون. وهنا ممكن نعدل مساحه البوتون او نعدل التكست كمان، هنخليه مثلا اسك، وكده شات جي بي تي بقى موجود جوه شيت الاكسل ده. ويلا نجربه مع بعض في مثالين. هدي له الاول شيت سهل محتاج منه معادله واحده بس، هقول له اكتب لي معادله اكسل لو القيمه اكبر من 50 ارجع لي بناجح، ولو ما حققش الشرط ده يكتب لي راسب. وبمجرد ما كتبت الكلام ده في المستطيل الرمادي ده وعملت اسك كتب لي المعادله. هنسخ المعادله واروح احطها في الخليه، بعد كده هسحب المعادله دي على باقي العمود. طيب يلا نصعبها على الشات جي بي تي ونشوف هيعمل ايه. في المثال ده بقول له لو انت لقيت اسم محمد في الخليه اللي قصادك دي اكتب لي يس، ولو ما لقيتهاش اكتب لي نو، ودي المفروض هتتعمل بثلاث معادلات مع بعض. يلا اقول لكم هتتحل ازاي قبل ما نروح للشات جي بي تي. اول حاجه احنا محتاجين ندور على اسم محمد، وده بيحصل بداله من اتنين، يا اما داله سيرش يا اما داله فايند. هنختار داله سيرش وهندوس على تاب، هلاقيه كاتب لي فايند تكست، وعشان ده تكست لازم احط بين كوتيشن مارك واكتب محمد الاسم اللي انا بدور عليه. بعد كده بيسالني ادور على النص ده فين، ادور عليه في A2 اللي هو رقم الخلية. بعد كده هقفل واجرب ادراج المعادلة. الدالة دي بتريترن ليا برقم، بمعنى ان هو لو لقى الكلمة اللي انا بدور عليها بيكتب رقم ترتيب اول حرف فيها، وبما ان المثال ده محمد اول كلمة فهو كتب واحد. بعد كده هستخدم دالة اسمها is number، ومهمة الدالة دي انها لما بتلاقي رقم قدامها بتحوله لترو، ولو ما لقيتش رقم او value بتحوله لفولس.
بعد كده انا هحتاج دالة تالتة عشان تهندل ترو والفولس اللي هي اف، والدالتين التانيين اللي هي از نمبر وسيرش هيبقى اللوجيكال تيست بتاع الاف. ولو اتحقق الشرط هقول له اكتب لي يس، ولو ما اتحققش الشرط اكتب لي نو. تعالوا بقى نمسح ونشوف الشات جي بي تي هيعمل ايه. هقول له مثلا اكتب لي معادلة اكسل لو الخلية 2 بتحتوي على كلمة محمد ارجع لي بيس، ولو ما فيهاش كلمة محمد ارجع لي بنو. وبمجرد ما ادوس على اسك هلاقيه ولد لي المعادلة في اقل من ثانية. بعد كده هروح انسخ المعادلة في الخلية واسحبها للعمود كله، وبكده الشات جي بي تي هندل الشيتين اللي انا عاملهم له. وبس انا كده خلصت. ولو في اي اسئله بخصوص موضوع النهارده اكتبها لي في الكومنتات وانا هرد عليها. ما تنساش اللايك والشير وتعمل لي فولو على كل منصات السوشيال ميديا. سلام.